حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن الوضع الاقتصادي في ظل تنامي الدعوات لإضراب شامل احتجاجا على عدم استلام مستحقاتهم الشهرية. موجة غاضبة بدأت تتخلق في العاصمة صنعاء منذرة بثورة المظلومين والجياع المتأثرين من سيطرة الميليشيا التي عبثت بمقدرات الدولة ومواردها وقادت البلاد إلى كارثة اقتصادية لم تستثني أحد، فالكل بات في دائرة المجاعة والفقر، حتى الموظفون وأرباب العمل أصبحوا لأول مرة عاجزين عن إعالة أسرهم. ملامح هذه الموجة بدأت تظهر للعلن من خلال دعوة أطلقتها ما تسمى بنقابة موظفي الدولة لإضراب شامل في القطاعين العام والمختلط، وذلك احتجاجا على عدم حصول الموظفين على مستحقاتهم الشهرية. وتأتي هذه الدعوة بعد أن شهدت مؤسسات الدولة العديد من الاحتجاجات والمظاهرات والتي بدأت من مؤسسة الاتصالات. تأتي هذه الاحتجاجات بعد أن قادت الميليشيا البلاد إلى وضع كارثي استنفدت كل مقدرات البلاد لصالح مجهودها الحربي دون أدنى اكتراث بمصير الشعب وما آلت إليه أوضاع المواطنين. هذه الاحتجاجات وإمكانية نجاحها في ظل سلطة الميليشيا القمعية ستكون موضع نقاشنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث في محورين: هل يمكن لهذه الاحتجاجات أن تستمر أمام سلطة الميليشيا القمعية؟ وما هو مصير الشعب في ظل هذا التدهور المتسارع للاقتصاد؟ أهلا بكم، ونبدأ مناقشة موضوع هذه الحلقة لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. لم يحدث في تاريخ الاتصالات كلها ولم يحدث أن أصبح موظفو الجهاز الإداري للدولة عالة على غيرهم وأن يقضوا أفراحهم منقوصة في الشوارع وبين الأزقة خائفين. لقد تعددت أساليب الاحتجاج التي ذهب إليها الموظفون، علقوا الشارات ورفعوا أيديهم، كتبوا وخطوا وترددوا كثيرا، لكن أصواتهم لم تتجاوز حناجرهم. وحين خرجوا إلى الشوارع محتجين ألصقت بهم التهم وأعلنت الحرب في وجه الفقراء الجدد الذين انضموا إلى ملايين سبقوهم، وسبق للأمم المتحدة أن نقلتهم إلى ما تحت خط الفقر المدقع، وهي نقلة صغيرة في إحصائيات الأمم المتحدة، كبيرة لدى هؤلاء العاملين بلا مقابل منذ 3 أشهر لا يتقاضون أجورهم. وما استلموه مؤخرا تحت ضغط احتجاجاتهم كانت عبارة عن عمولات رثة لم تعد صالحة للتداول بقدر مناسبتها لإحياء الماضي وإظهار عجزهم أمام اقتناء الكثير من الأشياء التي أصبحت أسعارها أضعاف ما كانت عليه. التطور الجديد في منحى هذه الأزمة هو التجمع الذي لم أزمات العديد من موظفي الدولة الذين تقطعت بمؤسساتهم السبل ورأوا أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في السير إلى المستقبل، وقد أعلنوا تكتلاً جديداً تحت مسمى رابطة موظفي الدولة سيكون عليه مواجهة الكثير من التحديات والصعوبات وإعادة الاعتبار لجهاز الدولة المنتهك والمنهار. إذن أهلا بكم من جديد لهذه الحلقة من زوايا الحدث التي نخصصها للحديث عن الوضع الاقتصادي في ظل الدعوات الآن الحاصلة للتنديد ولما وصل إليه حال، وأيضا دعوات بخصوص إضراب شامل احتجاجا على ما آلت إليه الأمور وعدم استلام الموظفين لمستحقاتهم المالية. نبدأ في مناقشة موضوع هذه الحلقة مع الأخ عبدو أحمد أحد الموظفين من صنعاء ينضم إلينا. أهلا بك أخي عبدو. أهلا بك أستاذ معك. في البداية يعني لو تصف لنا حال الموظف اليمني الآن كيف أصبح؟ بالنسبة للموظف هو تقدر تقول أنه أصبح في حالة شبه إفلاس بحكم أنه لم يعد يستلم حتى أبسط مستحقاته المالية. الراتب وهو راتب تخيل انه لا ياتي الا في يوم مثلا هذا الشهر لما يصرفوا الا في يوم تقريبا يوم 10، يعني بعد مرور 10 ايام على شهر ثاني والراتب الاساسي، وهو الراتب الاساسي يعني لا يغطي 10% من الاحتياجات، وانت تعرف ان راتب الموظف الحكومي في اليمن من ادنى المرتبات داخل البلد، ومع ذلك لم يصرفوه الا بعد مرور 10 ايام، هذا في القطاع المدني. القطاع بعض القطاعات العسكريه الى حتى اليوم لم يصرف رواتبهم. بعض القطاعات انا لدي احد اقربائي في موظف وزاره الكهرباء
أربعة أشهر لم يصرف راتبه إلا حتى اليوم. هو والمجموعة يعني والموظفين، ليس هي حالة فردية، الحالة الجماعية، كل هذا يعني يغني عن التوظيف. يعني كأنك تريد أن تقول أن هناك حالة مزاجية في التعامل مع موظفي مع رواتب الموظفين وقوتهم الأساسي منكم. لا أدري، هم يتحججون بالنسبة مثلا موظف الكهرباء، يتحججون أن ليس هناك إرادية إيرادات، ووزارة المالية لا تنتظر على تغطية رواتب الموظفين. طيب، تتحدث عن المرتبات الأساسية، ماذا عن البدلات وعن الأشياء الأخرى التي كانت تصرف ضمن مع الراتب؟ هذه أصبحت شيء مستحيل، ولعلك تسمع عن الاحتياجات التي يقوم بها الموظفين بين حين وآخر في بعض القطاعات الحكومية، وفي أمام البنك المركزي يعني بصورة رمزية، يعني هذه تغني عن العلم. هو تقريبا تم إيجافها مع بداية 2016 تقريبا، يعني بشكل كامل كانت تصرف في بعض القطاعات، مثلا مؤسسات الإيرادية، مثلا مؤسسات المواصلات كانوا يصرفونها إلى الدرجة العام، تم إيجافة بداية 2016 داعي أنه لا تغطي الإيرادات ومدري إيش، رغم أن السلطات الحكومية أضافت موظفين بالعشرات إلى مؤسسات المواصلات. من أين تغطي رواتبهم؟ أيضا اللجان الشعبية الآن صرف رواتبهم من البريد، من أين يغطوا رواتبهم هؤلاء؟ طيب، سوء الحال أخي عبدو، سوء الحال الذي وصل إليه الموظف والمواطن اليمني دعا ما تسمى برابطة موظفي الدولة كافة موظفي القطاع العام والمختلط إلى الإضراب الشامل احتجاجا على الممارسات التي تتم بحقهم. كيف تنظر إلى هذه الدعوة وإمكانية الاستجابة لها من قبل الموظفين؟ هل هناك مجال للاستجابة لها؟ بالنسبة للموظفين هم أصبحوا الآن في حالة يعني انفجار تقدر تقول، او في اي حاله، لانه اصبح الان ليس هناك اي قدره لديهم تغذيه الشهريات. يا رب يخرج من مثل هذا الحال، ما صار يخرج. في هناك تجاره واستياء شديد من قبل الموظفين، وانا احدهم من قبل تصرفات هذه الجهه، يعني عدد شديد وسوء اداره غير عادي بالنسبه لي. ليس هناك عجز، يعني مثل ما هناك اموال تصرف في اماكن غير معروف. طيب، هل تتوقع ان يتجاوب الموظفين مع هذه الدعوات وان يقوموا باضراب شامل؟ في بعض القطاعات. شكرا جزيلا لك عبدو احمد، كنت معنا من صنعاء احد الموظفين، وربما انت ظهرت وشاركت معنا بهذا الاسم نظرا للحاله الامنيه وحاله القمع التي تمارس على المواطنين داخل عاصمه صنعاء من قبل الميليشيا. ينضم إلينا من صنعاء الخبير الاقتصادي سعيد عبد المؤمن، رئيس مركز الأمل الشفافية. أهلا بك أستاذ سعيد. حياك الله. تفضل أستاذ سعيد، بداية كيف تقرأ حالة السخط التي بدأت تتخلق لدى المواطن اليمني؟ أعتقد أن الوضع الاقتصادي هو مش وليد اليوم ولا وليد الأمس. القضية أن الوضع الاقتصادي في اليمن يعني منذ ما يقارب العشر سنوات وهو يزداد يسوء، ولكنه في هذه الفترة الأخيرة ازداد سوءا، يعني حقيقة نتيجة معطيات كثيرة. الإنتاج الاقتصادي في اليمن شبه متعطل، وخاصة في الجانب النفطي، وهذا كان يمثل جزء هام من الدخل القومي، بالإضافة إلى أنه يمثل جزء هام للميزانية العامة للدولة، كما أنه يمثل رافد من العملة الصعبة. نفس الكلام، انسحب الآن على الضرائب، المعونات الدولية مقطوعة، المساعدات الاقتصادية، وبالتالي الوضع الاقتصادي عندنا وضع كئيب يزداد سوءا نتيجة الحروب المفروضة داخل البلد، يعني لأن البلد الآن تعيش في حالة عدم استقرار، يعني حالة فوضى، حالة تعطل، وبالتالي الوضع الاقتصادي وضع سيء. هذا انسحب على المواطن، وهنا المواطن عندك ينقسم إلى ثلاث شرائح: الموظف مع الدولة، وهذا اللي كان معه راتب يتسلمه في الفترة الأخيرة طبعا نتيجة عجز البنك المركزي عن توفير السيولة، أصبح لا يتسلم الموظف إلا ما يسمى في الراتب الأساسي فقط، وهذا أحيانا يمثل أقل من 50% من مستحقات الموظف. عندك موظف القطاع الخاص، كثير منهم الآن تم شردوا، يعني حقيقة نتيجة إغلاق القطاع الخاص، نتيجة تخفيض أعماله،
طبعا وهذه فرضت على القطاع الخاص بقوة، لا يستطيع أن يستمر في دفع الرواتب. القطاع الخاص الذي استمر يحاول بقدر الإمكان أنه يأخذ عدد أقل من الموظفين وربما بمستحقات أقل. الشريحة الثالثة هم المواطن العادي اللي لا يشتغل مع القطاع الخاص ولا مع القطاع العام ولا مع الدولة، لكن مثلا لو عنده أنشطة خاصة أو له بعض الدخل، هذا طبعا أصبح الآن يعاني معاناة شديدة ظهرت في الفترة الأخيرة اللي هي مشكلة السيولة، ولهذا أصبح الوضع الاقتصادي وضع سيء بكل المقاييس. طيب أستاذنك بالبقاء معنا أستاذ سعيد، ستبقى معنا مشاركة في هذه الحلقة. ينضم إلينا من الرياض الصحفي علي الفقيه. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. بداية، كيف تنظر لهذه الدعوات من جديد، ما تسمى برابطة موظفي الدولة، تدعوهم للإضراب الشامل احتجاجا على سوء الوضع الذي وصلوا إليه؟ كيف تنظر لهذه الدعوات ومستقبلها؟ أولا تحية لك ولمشاهدي قناة بلقيس، كل عام والجميع بخير. أعتقد أن هذه التحركات التي ظهرت مؤخرا هي نتيجة لحالة من القهر والعبث التي تمارسها ميليشيات الحوثي وهي امتداد السلطة بمؤسسات الدولة منذ عام ونصف. الناس صبروا كثيرا، حاولوا أن يتجاوزوا حالة العنت والمشقة التي يواجهها من سلطة الأمر الواقع، لكن يبدو أن هذا الضغط الذي يتعرض له الموظف الحكومي ويتعرض له المواطن وفي كل القطاعات زاد عن حده وفاق قدرة الناس على الصبر. أن يصل الضغط لدرجة عدم صرف المرتبات ذلك أمر لا يطاق ولا يحتمل. فخلال العام الماضي كان قطعت سلطة الأمر الواقع المستحقات والحوافز والبدل والمكافآت التي كان يحصل عليها الموظف ليتمكن من العيش على الأقل من تسديد التزاماته الأساسية، فبدأت بتقليصها تدريجيا وقطعت المكافآت بعدها البدل المستحقات، ونحن تابعنا وغطينا هذه الأخبار على مدار السنة في معظم المؤسسات خصوصا المؤسسات الإرادية التي تعود موظفوها على الحصول على بدل ومكافآت تفوق أحيانا الراتب كما هو الحال في قطاع الاتصالات وقطاع النفط وقطاع الكهرباء. طيب أستاذ علي، أستاذ علي، سلطة الميليشيا سلطة الأمر الواقع في صنعاء ترجع أو توصف حالة ما تنظر إليه أنت تدهور في الوضع الاقتصادي وحال المواطن، هي تقول أنه يأتي ضمن الصمود وترجع الأسباب أو الحال التي وصلنا إليها، حالة السوء التي يعاني منها المواطن اليمني، أنها بسبب كما تقول عدوان وحصار مفروض على اليمن. كل هذه المصطلحات والأسماء هي جاءت كنتيجة للانقلاب والحرب الفاشية التي قادتها ميليشيات الحوثي وحليفها صالح على اليمن، وإلا لما كان حصل هناك حرب ولا حصار ولا قصف طيران لم يحدث شيء من هذا. لو لم يحدث الانقلاب فهو الأساس، أساس المشكلة، وهو السبب لكل ما يحدث في البلد ولكل ما يتعرض له المواطن، حتى من يسقط من المدنيين الأبرياء بنيران غير نيران الحوثي هم أساساً السبب الذي جلب هذه الكارثة إلى بلد، جلبها على شعب صابر مكافح يريد أن يعيش بسلام. فكيف يدخل البلد في حرب بهذا الحجم ثم يأتي بعد ذلك ليجعل ما يسميها العدوان والحصار هي أسباب لهذا العنت والمشقة التي يواجهها المواطن؟ جماعة الحوثي وصالح سخروا الخزينة العامة بعد أن سيطروا على الدولة وصار البنك المركزي في أيديهم، سخروا كل الأموال التي في الخزينة لإدارة الحرب ولإثراء الجماعة، أي تشكيل ما يسمى بالاقتصاد الموازي، صنعوا اقتصاد السوق السوداء وتكون طبقة من الطفيليين الذين أثروا من المال العام ومن المتاجرة بمعاناة الناس وبأقوات الناس من خلال المتاجرة بالنفط وبالمواد الغذائية، وكل بعد كل ذلك يحاولون أن يصنعوا من حالة الحرب التي تعيشها البلد غطاء لهذه المأساة. بالعكس، نحن نقول للمواطنين اليمنيين ونقول لكل من يسمعنا أن هذه الجماعة وانقلابها والحرب التي شنتها على اليمنيين هي سبب لكل المشقة ولكل العنت ولكل التدهور الاقتصادي ولكل النزيف ولكل الدماء التي شهدتها البلد. أين ذهب الاحتياط؟ طيب ماذا عن مسؤولية حكومة الرئيس هادي وبن دغر؟ يعني إلى أي حد يمكنهم تحمل مسؤولية أيضا ما وصل إليه من سوء الوضع الاقتصادي؟ إذا كان هناك مسؤولية تتحملها حكومة بن دغر والرئيس هادي فهي مشاركتهم في
إبقاء الخزينة العامة والبنك المركزي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وإبقاء المخزون الاحتياطي من النقد الأجنبي تحت تصرفهم ليتصرفوا به كيف ما يشاء تحت مسمى أو خديعة حيادية البنك المركزي، بالرغم أنه لم يكن محايدا. البنك المركزي سخر كخزينة لتمويل الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على اليمنيين وحكومة بن داغر، والرئيس هادي خدرهم المجتمع الدولي وصدقوا هذه الأكذوبة، أي أكذوبة حيادية البنك المركزي، وظلوا ساكتين حتى وصل الحال إلى ما هو عليه، لأن الحيادية معناها أن يكون البنك المركزي في مكان لا تسيطر عليه الجماعة، معناها أن لا تصدر قرارات عن الجماعة ويدفع البنك المركزي تكاليفها، هي قررت خوض الحرب واستنزفت الخزينة العامة ودفعت نعم أستاذ علي مرتبات لآلاف الميليشياتها من قوت المواطن ومن راتب الموظف المدني. استاذنك بالبقاء معنا، اعود مره اخرى للاستاذ سعيد عبد المؤمن الخبير الاقتصادي. استاذ سعيد، هناك تحذيرات من تنقل وفق تقارير اعلاميه عن البنك المركزي انه ربما ياتي يوم ولا تصرف الرواتب، ماذا عن هذه التحذيرات وانت كمتابع ومهتم بالشان الاقتصادي واكيد تتابع ما يصدر من مواقف وتقارير اعلاميه، هل فعلا يمكن ان نصل الى هذا الوضع والى هذه اللحظه؟ نعم سنصل وقد وصلنا، يعني الآن كثير من الجهات لم تتسلم الرواتب لأنه البنك المركزي قال ابن همام بصراحة لم تعد لدينا عملة نقدر لتغطية الرواتب، يعني باعتبار أنه اتضح أنه يعني الآن البنك المركزي يحاول أن يتحرك في هذا الإطار اللي هي دفع الرواتب وتأمين نوع من الاستقرار للمواد الغذائية، والخاصة أنه قد تخلى عن المشتقات النفطية وإلى آخره. طبعا هذا متوقع كثيرا، لكن انا حقيقه سمعت كلام الاستاذ علي الفقيه كان كلام قوي، يعني انا اشتي اقول حاجه، يعني انه احنا طبعا في خطا تتحمله سلطات الامر الواقع في صنعاء، لكن ماذا عن الحكومه؟ يعني حكايه نقل البنك المركزي، والان لنفترض انه نقل البنك المركزي، الا بيكون البنك المركزي بشكل محايد مسؤول عن توفير مرتبات؟ طيب استاذ سعيد، بدايه استاذ سعيد حتى يكون واضح، انت تقول انه لك تعليق على كلام الاستاذ علي الفقي وان هناك كلام قوي طرحه، بدايه ما هذا الكلام القوي الذي تريد ان تعلق عليه حتى نتناقش فيه؟ الكلام القوي اللي قاله فعلا انه الاخطاء اللي ترتكب من سلطات الامر الواقع في صنعاء هي اخطاء قاتله في الجانب الاقتصادي، لانه انك تجر البلد الى ماساه اقتصاديه الى حرب الى كذا، طبعا كارثه. كمان في نفس الوقت هو تكلم عن كلام عن الحكومه، يعني الحكومه اللي الان في الرياض اللي عايشه طبعا في رفاهيه لا تعرف بالضبط ماذا يدور، يعني لانه اليمن الان كان نحن امام دولتين، يعني في محافظات خرجت تماما من سلطات الامر الواقع وأصبحت شبه مستقلة في المحافظة الجنوبية، لكنها لا زالت تعاني من نفس الإشكالية، يعني كثير من الناس يتكلموا أنه مش قادر يحصل على بعض مستحقاته، يعني نتيجة أزمة السيولة الموجودة اللي هناك. فهل سنظل نحن فقط نتكلم في اتجاه واحد؟ لماذا يعني الحقيقة لماذا لا تقوم حكومة؟ ربما حالة عدم الاستقرار في صرف الرواتب في المناطق المحررة، لأن المصدر المالي أو المؤسسة المالية التي تتكفل بصرف هي في صنعاء البنك المركزي، وما زالت خاضعة تحت سلطة الأمر الواقع، وأيضا وفق رغبة المجتمع الدولي الذي رغب في تحييد البنك المركزي. يا عزيزي حكاية الأمر، يعني حكاية الواقع الدولي وحكاية اللي اسمه كذا، يعني هذا لا يعطي مبرر إلى أن حكومة عبد ربه هادي أنها لا تعمل على حل الأوضاع في المحافظات اللي أصبحت تحت سيطرتها الآن، حتى على الأقل يكون عندنا نموذج نستطيع أن نحاجج الناس، فنقول لدينا والله محافظات أصبحت أكثر استقرارا، توفرت فيها المواد، توفرت فيها كذا، رواتب الناس أصبحت كويسة، لكن إحنا سنظل نرمي العب على صنعاء. ما الذي يمكنهم فعله؟ يعني كخطوات، يعني كنقاط يمكن أن تطرحها من باب الإشارة؟ من باب الإشارة، أولاً أنه لابد من تحقيق استقرار في هذه المحافظات بقدر الإمكان. الشيء الثاني أنه لابد من تحسين رواتب الموظفين وإيصالها، يا أخي بأي طريقة، يعني أنت حكومة أصبحت لديك القدرة والمجتمع الدولي يعترف بك ولديك القدرة على عمل أي شيء. الشيء الثاني أنه الآن بدأ الكلام عن تصدير النفط، عن المساعدة اللي يمكن تقدمها الدول لهذه المحافظات، يعني على الأقل هنا الحكومة تستطيع من خلال تصدير النفط، من خلال العلاقات مع الدول
الدول وبالذات الدول الخليجية، أنه على الأقل تستطيع أن توفر موارد مالية لتعطينا نموذج كويس في المحافظات اللي أصبحت تحت سيطرتها حتى نقل البنك المركزي. إذا انتقل البنك المركزي وليس لديه أي شيء، لأنه ابن همام يقول أنه نحن بالحد الأدنى، الحد الأدنى فهم كثير من المراقبين الاقتصاديين في ظل التعتيم حقيقة السائد أنه لم يعد هناك إلا الوديعة السعودية. طيب إذا انتقل البنك المركزي، سيصير البنك المركزي في حضرموت ولا في مارب ولا في عدن مسؤول باعتباره البنك المركزي اليمني مسؤول عن رواتب الناس في صنعاء والحديدة وتعز وعدن وحضرموت، يعني لن ينقطع الأثر عن موضوع نقل البنك المركزي. ممكن أن يتم بهذه السهولة التي تتحدث عنها أستاذ سعيد؟ يا عزيزي هذا الكلام احنا قلنا زمان، ليس بالسهولة نقل البنك المركزي، لأنه نقل البنك المركزي يتطلب ثلاث أشياء. أولا أن يكون هناك قرار حكومي بنقل البنك المركزي. اثنين أنه المجتمع الدولي الذي له علاقة باليمن يكون لديه الموافقة على النقل. ثالثا أنه عندك الأموال اللي كانت موجودة في البنك المركزي، البنك المركزي كان موجود فيه 4 مليار و700 مليون دولار اللي هو الاحتياطي. هذا الاحتياطي حقيقة خلال هذه الفترة تم إفراغه بشكل قوي، استخدم لتغطية الرواتب كما يقول بن همام، لتغطية دعم أنه يوفر لك القمح والأرز والسكر بأسعار معقولة، يعني على الأقل حتى لا ترتفع الأسعار في الدولار في السوق السوداء يترتب عليه. في هذه الحالة تم استنزافه. هنا كان الكلام اللي يدور، هل أنت تستطيع نقل البنك المركزي وبالتالي تحمل أعباء البلد؟ هل سيعترف بك المجتمع الدولي؟ هل الدول المانحة ستدفع لك بحيث أنه عندما تنقل البنك المركزي تستطيع أن توفر؟ وإلا العملية طيب بالرد قبل أن نعود للأستاذ علي الفقيه، أستاذ سعيد سؤالي لك الآن عن تقييمك لآلية وعمل البنك المركزي الحالي، كيف تقيمها؟ كيف تنظر لها وفق الوضع القائم والحالي الآن؟ حقول لك حاجة، يعني البنك المركزي خلال الفترة الماضية كنا نقول إنه هو المؤسسة الوحيدة الذي استطاعت أن تعمل بالحد الأدنى، على فكرة على الأقل بنعم الحياد كانت توفر الرواتب هنا وهناك وترسل وتغطي لنا السكر والأرز فترة من الفترات، حاولوا يغطوا المشتقات النفطية، لكن هذا لا ينكر أنه كان هناك تدخلات إلى حد أنه بن همام غادر صنعاء لفترة وظل معتكف. كذلك الحكومة في الرياض طلبت من بن همام التفكير بنقل البنك المركزي. يعني أنا أقول لك في ظل هذه الأوضاع السوداوية حاول إدارة البنك المركزي أنها تشتغل بالحد الأدنى، يعني ليش هو النموذج؟ هي متهمة بأنها فرطت بأموال اليمنيين لصالح المجهود الحربي. يا عزيزي أنا أسألك سؤال، الآن البنك المركزي نفترض أنه كان فيه هذه الأموال بالدولار موجودة في البنك المركزي بالإضافة إلى العملة اليمنية بالريال، هل يستطيع مثلا بن همام أنه كان يشتغل بحيادية في ظل الأمر الواقع بنسبة 100%؟ هذا كلام طبعا ولا في الأحلام. لا يستطيع بن همام أن يعمل بالحيادية التي توافق عليها حكومة الشرعية، ولا يستطيع أن يعمل بالحيادة اللي مطلوبة منه من جماعة الأمر الواقع في صنعاء، لكن حقيقة الرجل حاول أن يعمل بالحد الأدنى. يعني إحنا لا نطالب من همام أن يكون قمة المثالية وقمة الروعة في ظل الأوضاع اللي هو يعانيها. يعني نفس الكلام إذا كان البنك المركزي في دولة غير اليمن، كان هل لو كان مثلا البنك المركزي في مصر أو البنك المركزي في أمريكا نستطيع في هذه الحالة نقول له والله انت قصب، لكن في ظل الظروف الحالية أنا أقول لك أنه لم يكن النموذج المثالي. طيب سأعود لك أستاذ سعيد، سأعود لك لنتناقش في مآلات الوضع الاقتصادي وإلينا يمكن أن تصل الأمور. أعود مرة أخرى للأستاذ علي الفقيه. أستاذ علي، نعم، تقول أن السوء وصل إلى حد لا يطاق بالنسبة للمواطن والموظف وزادت قدرة تحمل الناس، لم يستطيعوا يتحملون أكثر، ربما هل تعتقد أن ما وصلنا إليه الآن من وضع هل ربما قد يقود إلى ثورة تنطلق من هذه المؤسسات؟ كيف تنظر أنت لمستقبل الدعوات التي تطلق الآن في ظل يعني السياسة الموجودة الحالية وتعامل وحالة القمع الممارسة من قبل الميليشيا طبعا على كل من يكون له رأي مخالف لهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم؟ نعم، ما أخر هذه الانتفاضة التي تعتد عنها هو حالة القمع الرهيبة والتعامل مع الناس بالحديد والنار لإخبائهم واتهام كل من يطالب بحقوقه بأنه مرجف وبأنه مع العدوان. حتى تلاحظ هذه النغمة على صفحات الفيسبوك، يعني كنت اليوم أقرأ تعليقات بعض الموظفين الحكوميين الذين كتبوا منشورات تتحدث أو تنتقد عدم صرف الرواتب،
سيدخل احد النشطاء الميليشيات ويتهمه بانه مرجف وبانه يساند العدوان بخلخله الصف وكلام من هذا القبيل، لدرجه انهم اخافوا الناس. واي يعني يصبح الحديث عن هذا الامر يعرض صاحبه للسجن ربما للقتل لاشياء اخرى. لكن اعتقد ان الحركه الجماعيه اذا ما تحرك الموظفون الحكوميون بشكل جماعي سيحميهم، وهم يطالبون بحقوقهم على الاقل ان يبداوا رفع الشارات، ان يبداوا عمليات اضراب، ان يبداوا حاله يعني البقاء في بيوتهم لعدم الذهاب الى المؤسسات، لانه ليس من المعقول ان يصرف الموظف من جيبه مواصلات حتى يذهب الى المؤسسه ثم لا يجد الراتب. طيب اذا قاموا بهذه الاشياء ولجأوا الى هذه الوسائل و مارسوها، يعني موضوع الإضراب ورفع الشارات الحمراء، ما هو التأثير الذي يمكن أن تتركه؟ يعني هل سيحصل شيء؟ هل سيتغير الوضع؟ بالتأكيد الآن المجتمع يعني هو يصل إلى قناعة بشكل متراكم بأنه لا يمكن العيش في ظل الانقلاب. الإضراب الشامل أو يعني التوقف عن الدوام عن العمل في المؤسسات الحكومية سيوصل هذه الرسالة للجميع ويشعر الجميع بأنه على هذا الانقلاب أن ينتهي، ستتوقف الحياة بشكل كامل. يبدأ الناس يبحثون عن حلول، يعني ما الذي يمكن عمله إذا يعني استمر الانقلابيون في أماكنهم. نحن الآن نرى وقد عادوا يستنزفون المجتمع بعد أن استنزفوا الخزينة العامة للدولة، اتجهوا لاستنزاف المجتمع من خلال جمع ما يسمى بالقوافل الغذائية والمالية وجمع المجهود الحربي. أنا الآن أقرأ خبر عن قافلة غذائية ومالية تتجه من الحديدة، جمعها النافذون في محافظة الحديدة لدعم ميليشيات الحوثي. وأنا أستغرب أنه قرى وفي أرياف الحديدة وفي عمق تهامة تعاني من مجاعات، ونحن شاهدنا تابعنا هذا في الصور والمعلومات من القرى التي تعاني مجاعة، بينما النافذون يسلبون الناس غذائهم ويسلبونهم المواشي ثم يذهبون بها لميليشيات الحوثي. كل هذه العوامل من التضييق على الناس في أرزاقهم مرتباتهم، من سلب الناس يعني مصادر رزقهم، ستشكل ثورة، ستشكل انتفاضة في وجه هذه الميليشيات، ستجعل كل هناك رد سيكون على كلامك هذا وعلى تساؤلك الذي طرحته واستشهدته بما يحدث الآن في الحديدة قافلة تبرع، ويقول لك يأتي هذا ضمن حالة الصمود التي يعيشوها داخل البلد ضد ليس صمود. نحن نعرف كيف يتعامل النافذون مع المواطنين الغلابة في القرى. المواطن الغلبان في الريف القصي لا يستطيع أن يمانع أن يأتي إليه العاقل أو الشيخ ليأخذ منه الماشية أو ليأخذ منه ما يخزنه في بيته من يعني مصدر رزقه ويصادره لصالح الميليشيات. وأي شخص، وقد حدث في الماضي أنه شخص يمانع أن تأخذ المواشي من بيته فيطلقوا عليه النار بشكل مباشر أو يعتقلوه على اعتبار أنه رافض للميليشيات الحوثي او انه مناصر للعدوان يلصقون له اي تهمه، وبالتالي لا يمكن لهذه الميليشيات للحياه ان تستمر في اليمن في ظل سيطره ميليشيات اجتاحت ونشرت الخراب والدمار والجوع الى كل مكان. شكرا جزيلا لك الصحفي علي الفقي، كنت معنا من الرياض. اعود لاختم ما تبقى من وقت في هذه الحلقه مع الاستاذ سعيد عبد المؤمن الخبير الاقتصادي. استاذ سعيد، باعتقادك حاله الوضع الاقتصادي الى اين يمكن ان تصل الامور؟ ستصل الأمور إلى حالة الانهيار التام للدولة، لأنه في الأخير سنجد أنفسنا جزر متناثرة، لم يعد لدينا رابط، لأنه الاقتصاد هو الوحيد اللي الآن يربط اليمن يعني على الأقل. فبالتالي أنا أقول حاجة يعني تعقيبا على كلام الزميل علي الفقي، أنه حقيقة أنه الناس لا تستطيع أن تقوم بأي عمل حقيقي، يعني لأنه اتحاد العمال معروف أنه مسيطر عليه، واتحاد مسلوب الإرادة، النقابات نفس الكلام، حتى في نقابة يعني وزارة التعليم العالي كانت رئيسة النقابة ضاعت بعض الإجراءات فقالها القائم بأعمال الوزير. يعني حقيقة أنه وضع الناس ليس هناك، واليمني بالذات يتحمل، يعني يتحمل وقد يتحمل أكثر، لكن أنا أقول بصراحة أنه الوضع الاقتصادي في اليمن إذا استمر بهذا الشكل سيكون الأثر على اليمن بشكل كامل. وأنا حقيقة كاقتصادي أقول أنه الآن إحنا بدل ما نلوح بإجراءات قد لا يثبت نجاحها سواء من هذا الطرف أو ذاك، لماذا لا يقدم لنا طرف سواء الطرف الأمر الواقع في صنعاء أو طرف الشرعية نموذج اقتصادي يجعل الناس ترحل إليه؟ وهذا ما شرحته بالتفصيل في الجزء السابق من الحلقة. مضطر لمقاطعتك أستاذ سعيد عبد المؤمن، رئيس مركز الأمل للشفافية والخبير الاقتصادي، شكرا لك على هذه المشاركة معنا، وأيضا الشكر موصول لضيوفي الموظف والمواطن من صنعاء عبد أحمد، وأيضا الأستاذ علي الفقيه
الصحفي الذي كان معنا من الرياض. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، غدا حلقة جديدة وحدث جديد، في أمان الله.